ان شاء الله على بركه الله راح نكمل مجاميع البروتوزوا اللي هي تكون ضمن الفايلم مال الساركوماستيغوفورا. احنا قلنا الساركوماستيغوفورا طلبتنا راح ارجع يعني اعرج عليه متكون من صف فايلم ساركودينا وماستيغوفورا لانه اثنين كومبينيشن. الساركودينا منو؟ انت ميبه هستلتيكال جماعه اللي تتحرك بالسيدوفوديا يعني الانتميبه وجماعتها. طبعا انا ما اخذ لكم بها من عندها فقط الانتميبه، هي بيها طبعا تميبه هستلتيكا انتميبه كولاي واكو انذر باراسايت ضمن هذه المجموعه اللي هي الساركودينا. وعندنا الماستيغوفورا، الماستيغوفورا اللي هي الفلاجيلي. هذا الفلاجيليت هسه نشوف بها انواع، هي من عندها اكو هي يعني لومينال فلاجيليت واكو هيمو فلاجيليت. تمام، يعني عندي فلاجيليت اللي هي تكون اذا هي تتحرك باي مين اوف فلاجيليت من اسمها، بينما احنا من اخذنا الانتميبا بالسيدوفوديا السيليتا اللي هي نذر فايلم اللي هي تابعه للبلاتيديوم كولاي تتحرك بالسيليا، لكنه نشوف انه هنا هذه المجموعه تتحرك بالفلاجيليت. اذا من اسمها لومينال فلاجيليت، فلاجيليت معناها تمتلك فلاجيل لومينال. هسه نشوف هي ليش لومينال، او ذيك المجموعه الثانيه سميناها الهيمو فلاجيليت، راح ناخذها ان شاء الله بالمحاضره القادمه. تمام طلابنا، واضح الصوت والصوره؟ نعم دكتور واضح. تمام زين، فان شاء الله هسه احنا راح نبدي بموضوع الهيموفلاجيليت اللي هي من جماعه اللومينال. هسه نشوف بانه شوف هذا للتذكير بانه عندي ساركوماستيغوفورا اللي هي الفايلم، طبعا بي هذا ماستيغوفورا، ومثل ما تتذكرون حكينا قلنا الساركودينا اللي هو منو؟ اللي هو تابع الى جماعه الانتميبا هيستوناتيكا والكولاي وجماعتها، جماعه اللي تتحرك بالسيدوفوبيا. هم ضمن نفس الفايلم. فبالاعتماد على الهابيتيت، بالاعتماد على المكان اللي تجي تعيش به هذه الفلاجيليت راح تقسم الى نوعين. لومن دولينج فلاجيليت، يعني هذه الفلاجيليت اللي هي تعيش او تتعايش مع الاجزاء اللي فيها شنو لومن، سواء نشوف انه عندنا لومن فلاجيليت هذه اللي هي مثلا تكون بالجي اي تي او اللي تكون بالفاجينا او تكون باليورثرا او بالبروستيت. نشوفها كما في حاله ترايكومونس فاجينالس. وعند المجموعه الثانيه هيمو فلاجيليت، هيمو من اسمها معناها وين موجوده؟ بالبلد والتشي. هيمو اكثر شيء بالبلد، وايضا من الممكن ان نلقاها بالتشي، فلذلك صار كلاسيفيكيشن او سب ديفيجن الى تقسيم اخر الى مجموعه الماستيغوفورا اللي هي هذه مجموعه الفلاجيليت الى لومن دولينج والى هيمو فلاجيليت. طيب موست لومن الفلاجيليت لم باثوجين، لكن شوفوا مثل ما يعني ارجع اقول لكم طلبتنا احنا نركز على الباثوجينيك باراسايت، نركز على الباثوجينيك اللي هي اوف يعني ديزيز كوزنج باراسايت اللي تسبب لي مرض. اكو عندي كومنسال، اكو عندي نون باثوجينيك يعني متعايشه بس تسبب ديزيز، فهي نحاول نتطرق لها. طيب هذه اللومن او فلاجيليت اكثر اثنين اللي هي تكون باثوجينيك في هذا الجروب هم جيلاردي الامبليا اللي تسبب للدياريه، وريترايكومونس فاجينالس اللي تسبب فاجينايتس ويورترايتس بروستاتايتس ابيديدمايتس. هاي اللي تعنى اكثر شيء تسبب لي وين؟ بالجينيتو يورينري تراكت انفكشن، يعني تروح الى هكذا مناطق لكن باللومن مال هذه المكانات. شوف هي ليش لومن دولينج؟ بمعنى هذا الباراسايت نادرا ما تلقى شنو يصير له سبريدنج، يروح للدم والى اورجن اخرى. على العكس من الهيموفلاجيليت نشوفها اللي هي الليشمانيا والتريبانوسوما، هسه نشوف هذيك شنو تروح للدم و يعني تستقر في اماكن انسجه معينه، مو مثل اللومن دوالينج فلاجيليت. طيب
شوفون هذا هنا، شوفوا هنا ضمن اللومن دوالنج فلاجيلي اكو عندنا هنا شوفوا الباراسايت اللي بيه الجي ار دي ترايكومونس بالجينالس، شوفوا ضمن نفس الترايكومونس اكو فينكس وهومينس هذني لمفاتوجينيك كومنسر ما طرقنا كيلو ماستكس مسنلي الانتيرومونس هومينس، يعني تشوفون الداينتليبا فراجالس. فهنا عندي مجموعه من الباراسايت ضمن اللومن دوالينج باراسايت، ولكن احنا اخذنا وناخذ الباراسايت اوف باثوجينيك كونسيرن ديزيز كوزنج باراسايت، تمام؟ بنحاول ما نتطرق الى النون باثوجين، واضح؟ فمثل ما نشوف بانه الهابيتيت مالته شوف مثلا الجياردي الانبليا دودنا وجوجنا، يعني شوف اذا اكو ديفرنس هنا عن الانتميدا هيستوريتيكا، هناك الانتميدا هيستوريتيكا اللور بارت اوف سمول انتستين اللي هو الاليوم زائدا الفيرست بارت باللارج انتستين اللي هو سيكم، ولذلك احنا دائما الهابيتيت مالته وين؟ اليو سيكم، بينما هنا وين؟ بين الدودنم والجوجنم، اذا بالجزئين الاول والثاني من السمول انتستين، تمام؟ بينما الترايكومونس فاجينالس وين الهابيتيت مالته مثل ما قلنا اليورثرا والفاجينا، تمام؟ تروح للبروستيت بالنسبه للميل وايضا باليورثرا بالنسبه للميل، بينما بالفيميل تروح للفاجينا واليورثرا. زين؟ واضحه طلاب؟ واضحه دكتور، بس حفظ هذا الجدول؟ هذا الجدول يا زينه المطلوب انه تعرفون الهابيتيت اللي احنا بنتطرق له. يعني جياردي الامبليا ترايكومونس فاجيناليس، واضح؟ تمام دكتور شكرا. زين الهيموفلاجيليت هذني مطلوبات صح تشوفون بالمحاضره القادمه راح نتطرق لها. هذني الليشمانيا والتربانوسوم سواء بروسي كروزي هذني راح نتطرق لها ان شاء الله بالمحاضره القادمه. ان شاء الله دكتور. ان شاء الله. الجياردي الامبليا راح نشوف الهيستوري مالها تقريبا تعتبر جياردي طبعا كلش كمان، وجزء قسم من عندكم سامع بها وسوي جيارديسيس. زين الديزيز اللي سببه اللي هو الدياريا، شلون احنا قلنا هناك امبياسيس الديزيز اللي سببه انتميبا هيستوريتيكا معروفه، يعني ما ممكن نلقى انتميبا كولاي هو هذا الديزيز مرتبط به، لان كان باثوجينيك. واضح؟ فالامبياسيس هي خاصه بما انتميبا هيستوريتيكا، جيارديسيس معناها بالجياردي، واضحه هاي المسميات. هسه نشوفها ليشمانياسيس معناها الليشماني. ليشمانيا هي سبب الديزيز ليشمانياسيس، واضح؟ فذني الديزيز هذا من اسمه فشي كاركترستيك لهذا الباثوجين اللي هو الباراسايت. زين طب تعتبر الجاردي الامبليا من اولى الباراسايت بالاكتشاف، يعني تقريبا الايرليست بروتوزوان اكتشفها هذا الدوتش ساينتست عالم هولندي اسمه انطوني فون ليونهوك بال 1681 تقريبا لاحظ هذه الباراسايت هذا اللي هو الجياردي الامبليا اللي يسمى بعدين الجياردي الامبليا، لكن هو اول من لاحظ وجود هذا الباراسايت. لكن الاسم منو اطلق على الجياردي؟ هم عالمين اثنين، واحد من عندهم اسمه جيارد، لذلك اول اسم الجينس جياردي، والثاني اسمه لامبل، ولذلك سمي باللامبليا. فهم اثنيناتهم اشتركوا بتسميه الجياردي الامبليا نسبه الى اسمائهم. شلون قلنا الاشريشه كولاي تتذكرون البكتيريا هو العالم اشريش اللي هو اكتشفها، البروسيلا مثلا كبكتيريا العالم بروس اللي هو اكتشفها، فهذا من حق انه هذا الشخص اللي اكتشف انه ينسب هذا الباراسايت او البكتيريا او هذا الباثوجين الى بين يخليه يسمع عنه، تمام؟ زين هنا طلابنا مثل ما قلنا واحد من الايرنست بروتوزون باراسايت سبيشلي ان اريا وذ لو سانيتيشن. شوف هنا الموضوع ايضا متعلق بمن؟ يعني احنا بنقول طلبتنا لو سانيتيشن او اللور بيرسونال هايجين، يعني الاماكن اللي بيها خلينا نشوف نسبه النظافه قليله يعني مترديه، فهنا راح تكون نسبه الترانسميشن اعلى، يعني المود اوف ترانسميشن نشوف مال هذا الباراسايت ايضا مشابه لما ننتمي به هيستوريتيك اللي هو عن طريق الفيكال اورال ترانسميشن او عن طريق الكونتامينيتد ووتر اند فود بيمن بالسيست اللي هو الانفكتيف ستيج مثل ما اخذنا من التيمين هيستوريتيك. نفس الشيء هنا بالجياردي الامبليا اكو عندي شنو موضوع كونتامينيشن، المكانات اللي هي بها
poor personal hygiene ضعيفة اللي بيها السانيتيشن معناها هنا عوامل النظافة والأمور الصحية قليلة، نشوف بنا شنو راح هنا هذا المرض ينتشر بشكل أسرع خاصة بالمناطق التروبيك والسب تروبيك، المناطق هاي الاستوائية وشوف الاستوائية. زين طبعا طلبتنا انا احب اشير لكم طبعا موضوع الباراسايتولوجي موضوع يعني لطيف وسهل من تقراه، لذلك لا تعيفون المحاضرات وكونوا بها اول باول حتى تكون سهله عليكم، ما تقرا من تقراكم لا راح تصير صعبه ويصير اسماء عندكم هوايه واضح، فحتى لا تتكدس الماده. مثل ارجع واقول لكم الماده اول باول تقروها، انا حتى هسه المحاضره موجوده عندكم لان بعض الطلبه طلبوها على المودل حتى ينزلوها ويأشرون عليها، فهسه موجوده المحاضره اصلا بالمودل. زين مثل ما قلنا جياردي لامبليا وين تعيش؟ تعيش بالدودنم والابر جوجنم، تتذكرون هذول من السمول انتستن الدودنم الاثني عشر الجوجنم القائم الاليوم اللفائتي، هاي الاسماء تتذكرون انتم ماخذيها بالاحياء مال الصف السادس مال يعني الاعداديين، فذني وين هي دودنم؟ جوجنم، لان احنا مثل ما تذكرون اخذنا العام بالبيولوجي هيستولوجي اخذنا انه السمول انتستن عباره عن 3 بارتس دودنم جوجنم اليوم، ثم تجي 4 بارتس لللارج انتستن تمام سيكم كولون اليوم ركتام. زين ف ال هذا الطفيلي قلنا راح وين ياخذ يا جزء ياخذ جزء الدودنم والابر بارت من الجوجنم. زين المورفولوجي يعني شكلا احنا هو حيكون موجود بشكلين مثل ما قلنا شلون بالانتريم هيستوريتيكا موجود بحاله تروفوزويد وسيست. طيب تروفوزويد الشكل مالته هو تنس ركض يعني الركض مال التنس يشبه or a heart shape or a pyriform shape شكله شلون الكمثرى او شكل القلب واضح rounded anteriorly and pointed posteriorly، يعني انا راوي لكم اياه هنا الشكل مالته يعني يكون anteriorly من الجهه العلويه راح يكون او الاماميه راح يكون شنو راوند مستدير بينما pointed مدبب بالجهه البوستيريور واضح، هذا هو يكون شكل التروفوزويد مال الشكل افتراضي طبعا للتروفوزويد اللي خاص بالجياردية، ويتميز بمميزات نشوفوها واضحه بالرسم. زين مثل ما قلنا يعني هو يحتوي على فلاجله طبعا عنده 4 pairs of flagella شنو يعني اربعه ازواج من الفلاجل، طبعا هي هاي سبب الموتورتي يعني الموتورتي مين جايه؟ جايه من وجود هذه الثمان يعني فرادة او اربعة ازواج من الفلاجل تمام. هذا التروفوزويد مثل ما قلنا هو راوند بالجهة الانتيرير وبوينتد بالبوستيرير، دورزالي من الجهة الظهرية شي يكون كونفكس ومن الجهة البطنية يكون كونكيف يعني محدب ومقعر من جهه ومن جهه اخرى، يمتلك كونكيف ساكينج ديسك، عنده هذا الديسك اللي شفتوه هنا بالرسم هذا هو الساكينج ديسك، من اسمه هذا ديسك الالتصاق، بس نشوف بان هذا الديسك هو وظيفته هذا اللي هو موجود بالجزء الانتيرير بارت هو يكون مسؤول عن من؟ عن السكينج او الاتاتشمنت مال من؟ مال الجياردية تروفوزويد بال الابيثيليوم مال من؟ مال السمول انتستين، واضح؟ هو سبب الالتصاق ولذلك حتى ما يصير له شنو واشنج، حتى ما يصير له موفينج، حتى ما يتحرك ويا حركه الجي اي تي والفود والى اخره البارستالتيك موفمنت يصير له واشنج اوت، فبالتالي شلون هو يلتصق؟ هو لومينال موجود باللومن مال جي اي تي اللي هي تحديدا المكان مال من؟ مال السمول انتست الابر بارت، فهو حتى يخلص من عمليه الواشنج اوت او عمليه الريموفنج شلون عندش عنده؟ عنده هذا الساكنج ديسك واضح، هذا الديسك اللي موجود بالانتيرير بارت يمكنه من عمليه الالتصاق.
تمام؟ زين. فد حركة جدا مهمة، احنا قلنا الترافوزوم مال الجياردية هو موتايل طبعا باي مين اوف فلاجيلا، أربعة أزواج من الفلاجيلا. هذه الحركة كاركترستكس خاصة بالجياردية تروفوزويد. شو يسمونها فولينج ليف. بالضبط حركة التروفوزويد مال الجياردية مثل حركة الأواق المتساقطة. بالضبط. ولذلك يشبهوها بمن بالفولينج ليف. الأوراق المتساقطة. حركة الجياردية تروفوزويد خليها في بالكم. طيب. مثل ما قلنا الخصائص المهمة لهذا التروفوزويت هي احتواء على زوج من النيوكلياي مثل ما شفتوها زوج هذه نواتين تحتوي على أربعة أزواج من الفلاجيلا مثل ما قلنا تحتوي على البليفاروبلاست اللي من عند يصير الأوريجينيشن مال هاي الفلاجيلا يعني المكان اللي تنشأ منها الفلاجيلا بالتروفوزويت نسميه البليفاروبلاست زين زوج من الاكسوستايل رانينج الونج ذا ميدلاين طبعا هذا الاكسوستايل شلون يحافظ على القوام مال التروفوزويد يكون شلون كانما العمود الفقري بجسم الانسان يحافظ على البوستشر مال هذا التروفوزويد وتو سوشال شيب بارا بيزال بودي اور ميديوم بودي اللي تقع بشكل ترانسفيرسالي بوستيرير تو ذا ساكين ديسك اذا نشوفها هنا هذه هي البارا بيزل بدي اذا تشوفوها واقعه بالمنتصف بهذه بالمنطقه الوسطيه تقريبا او تحت الوسطيه للتروفوزويت الخاص بمن بالجهه تمام والملتيبليكيشن الخاص بمن بالتروفوزويت للجياردية الباينري فيجن اي اسكتشوال اسكتشوال ريبرودكشن باي مين اوف باينري فيجن تمام وهذا شكله جدا واضح يوضح لي الكاركترستكس الخاصه بمن بالتروفوزويد للجياردية الامبيين واضح زين بالنسبه للسيست نرجع ونقول يشبه الانتمي بهستوريتيك ايضا عندنا السيست هو الانفكتيف ستيج او الانفكتيف فورم يعني الطور الخاص بالجياردية الامبيين اللي مسؤول عن الانفكشن يعني هو من اللي يصير له ترانسميشن من شخص انفكتد الى نون انفكتد ويصبح ذاك انفكتد هو السيست. يعني الكونتامينيتد ووتر اند فود ايش راح يكون لازم كان تنبيمه للسيست مال الجياردية الامبيلي حتى يصير انفكشن تو انذر هوست تو انذر انديفيدوال. واضح؟ اذا هنا راح يكون التركيب الداخلي لهذا السيست يحتوي على زوجين من النيوكلياي تشوفوها هنا موجوده بطرف من اطراف السيست يعني اربعه انويه اكسوستايل ايضا يحتوي فيكس سيست وول طبعا احنا مثل ما قلنا بالمحاضره السابقه انه السيست دوره مشابه لما للسبورات بالبكتيريا هو الطور اللي يعني تذكرون هناك بالبكتيريا راح اذكركم من اخذنا فيجيتيتيف فور اللي هي البكتيريا الخضريه البكتيريا السير اللي هي تكون شنو؟ الاكتيف الموتايل اللي تعاني من السيل ديفيجن واضح؟ بينما الطور الدورمنت الليتنت الثابت منو؟ السبور طبعا مو كل البكتيريا تمتلك سبورات تمام؟ لكن البكتيريا اللي بيها مثل الكلوستريديام الباسيلوس تذكرون اخذناها هذين شو يكونن؟ السبورات بيهن يكون طور ثابت يعني شنو ثابت؟ يعني البكتيريا ستيل الايف ولكن وذ فيري ليتل بايولوجيكال اكتيفيتي يعني يكون فيزيولوجيكلي اكتيف ولكن انرت فيزيولوجيكلي عفوا انرت ولكن هي ستيل الايف يعني هي خامله فسلجيا ولكنها عايشه ما ميته يعني اقول خامله اذا هذه البكتيريا على مستوى السبورات بدنا نحكي وايضا هو على الباراسايت ينطبق اذا هاي البكتيريا معناها لا تنقسي ولا تصنع ولا تزيد نشاطاتها لا وانما هي تكون دورمنت ثابته واضح ليش؟ لانه اذا تمر بظروف بيئيه قلنا صعبه فلذلك نشوف تحيط نفسها بفكسه مثل ما هسه هنا السيست
يحيط نفسه بفك وشنو؟ شوف فاقد الفلاجل. واضح؟ شلون مثل ما قلنا السيست مال انتبه بهيستوريتيكا فاقد لل شنو السيدوبود يفقد، كذلك السيست مال فلنتيديوم كولات تقول ما بيسيلي. ليش؟ لانه يفقد الـ الـ الامور اللي تعطي شنو؟ الاكتيفيتي. يعني احنا قلنا هو راح يصير انرت مجرد شلون كانه متقوقع لان يتحمل الظروف الخارجيه، لانه السيست هو الطور اللي يخرج ويروح للانفيرمنتال كونديشن ويبقى قد يبقى فترات طويله يجب ان يتحمل حتى يقدر يجي شخص اخر ياخذ كونتامينيتد فود اند ووتر بهذا السيست ومن ثم يصير له اكسستيشن داخل النيو انديفيدوال. واضحه هاي المعلومه طلاب؟ مفهومه؟ نعم دكتور. طيب يعني الامر انه السيست هو لذلك يكون هو الانفكتيف ستيج، يعني هو الطور. احنا صح طبعا من الطبيعي ان تلقى الستول من نسوي لك اكزامينش تلقى تروف طالع وياه هي السيست، لكن هذا التروف هو مو انفكتيف ستيج، ما راح يصيب لانه سرعان ما ينتهي بالانفيرمنتال كونديشن يروح، لكن السيست هو اللي يظل ستيل الايف لانه مقاوم اكثر، فهو اللي راح يقدر يبقى بالمناطق الخارجيه، يقدر يبقى على الفود المتلوث هو به او الووتر المتلوث به فتره يبقى، ومن ثم يجي شخص اخر باي تشانس ياخذ هذا الكونتامينيت فود او ووتر، وبالتالي راح ينتقل للسيست ويلقى الظروف المناسبه داخل السمول انتستين يصير الاكسستيشن ويطلع التروفوزايت. واضح؟ زين. اللايف سايكل طلبتنا الاعزاء دوره الحياه، دائما هي دوره الحياه تبدا من الترانسميشن مالته المود اوف ترانسميشن، طبيعه الترانسميشن مالته. يعني قلنا احنا الماتشور سيست راح هو يكون موجود بالغذاء والماء الملوث، ومن ثم هذا السيست راح يدخل الى داخل هذا الانسان اللي هو نوت انفكتد. بعده من ياخذ راح يلقى الظروف المناسبه بالسمول انتستين ستيشن ويكمل الدوره، بعدين يطلع تروفوزويت. تمام؟ والتروفوزويت هو اللي يعاني مالتيبيكيشن، لانه التروفوزويت هو الفيجيتيتف فورم. شوفوا لذلك انا قلت اكو سيميلاريتي مع البكتيريا. يعني البكتيريال سيل هي الفيجيتيتف فورم، هنا التروفوزويت هنا هو الفيجيتيتف فورم، بينما السيست هو الانرت او الدورمنت، وبالبكتيريا السبورات هي الدورمنت. واضح؟ فبالتالي هنا العمليه التروفوزويت وما تصير انفكشن، خلوا في بالكم طلابنا. هو صح السيست انفكتيف ستيج، لكنه من اللي يسبب ديزيز؟ هو التروفوزويت. ليش؟ لان التروفوزويت هو الاكتف، هو الموتايل، هو اللي يعاني شنو؟ ملتبليكيشن، يتضاعف. تمام؟ هو اللي يقدر يتضاعف ويسبب الديزيز في ذلك الهوست الجديد. ومن ثم من يخلص الديزيز يصير الانسستيشن يرجع. تمام؟ و يخرج ايضا مع الستول وايضا يلوث غذاء او بهاي الطرق اللي هي نتيجه البور سانيتيشن، نتيجه اللو بيرسونال هايجين، يعني قلنا عوامل نظافه قليله، فبالتالي راح يتلوث الغذاء وايضا يجي شخص اخر راح ينتقل للسيست، وهكذا تصير الانفكشن تتناقل الانفكشن من شخص الى اخر. لذلك المكانات اللي تكون بها جود بيرسونال هايجين، واضح؟ المكانات اللي تكون بها، يعني اقصد الدول او المناطق الجغرافيه اللي تكون بها يعني هاير سانيتيشن بها، فمستوى عالي من النظافه، راح نلقى ما الا فد ترانسميشن هذا الباراسايت. تنقطع المود اوف ترانسميشن مالته. لان هو علامه انتشاره وجود قله نظافه. تمام؟ زين. مثل ما احنا قلنا التروفوزويت وين يظل عايش؟ بالجزء العلوي من الجوجينام، دودينام، والجزء العلوي من الجوجينام. زين، ويتغذى طبعا بالفينوسايتوسس اللي هو الاندوسايتوسس نفسه. الظروف من تصير غير ملائمه له راح يصير له انسستيشن وين؟ بالكولون. بالكولون اللي هو الجزء الثاني من اللارج انتستين راح يصير له انسستيشن. يعني الاكسستيشن وين يصير؟ بالدودينام، ويبدا يتضاعف وراح يسبب الديزيز، وهاي الدياريا شوف اللي هي
اعراضه اللي يسببها، خاصه هي الدياريا سياتوريا اللي هي الفات دياريا اللي تكون الخروج الدهني، اللي واحد من علامات المميزه به الجياردي لامبلي انفكشن. زين، ويصير له انسستيشن بالكولون ويطلع بالستول. فمن يطلع قلنا او بالفيسز، فهنا بهالحاله نقدر احنا نسوي له اكزامينشن، يعني فحص مالته يتم بالديمونستريشن اوف سيست بالستول، وكذلك هو شنو السيست راح يخرج يسبب لي يكمل السايكل مال هذا الباراسايت بين يسوي لي شنو انفكشن بانذر انديفيدوال. شوف الانفكتيف دوز هي 10 ل 100 سيست. شنو معناته الانفكتيف دوز؟ معناها الجرعه اللي حتى تسبب لي انفكشن بين ال 10 الى ال 100 سيست. واضح؟ من الممكن انه يسبب لي، يعني جوا ال 10 صعب ان يسوي لي انفكشن، من الممكن انه الجهاز المناعي او الجسم يتخلص من عنده. واضح؟ زين. دائما العلامات والباثوجينيسيتي المرضيه اللي تسبب هذا الباراسايت، دائما احنا راح ناخذ الامور اللي هي تكون كمان والواضحه بهذا الباراسايت وما يسويه من ديزيز. فنشوف بان الانكوبيشن بيريد هي اسبوعين. شنو معناته الانكوبيشن بيريد طلاب؟ راح اذكركم بها. باي مرض، باي ديزيز، فايرال، بكتيريال، باراسيتيك، فنجل انفكشن، يعني فطري، اي التهاب، اكو بيه انكوبيشن بيريد. يعني اي باثوجين، من اقول باثوجين يعني هذا باثوجينيك مايكرو اورجانيزم، يعني هو مرضي مو من باثوجينيك. الانكوبيشن بيريد معناها هي الفتره، يعني الديوريشن اللي تكون محصوره بين بدايه دخول هذا الباراسايت، البكتيريا، الفانجاس، الفيروس، اي باثوجين الى الهوست، سواء هو هيومن، بلانت، هو انيمال، اي شيء، خلينا نقول الانسان، نستخدم نحكي عن الانسان. بدايه دخول الى حين الابييرنس اوف ساين اند سيمبتومز، الى حين ظهور العلامات والاعراض، هاي فتره الحضانه، انكوبيشن بيريد. يعني هاي الفتره اللي يكون بهذا الباراسايت او اي باثوجين من دخل راح يعاني السبريدنج والديفيجن، يعني بينقسم وينتشر ويوصل للتارجت. هاي الفتره اللي ياخذها نسميها انكوبيشن بيريد. في حاله الجياردي لامبلي هي اسبوعين، من بدايه دخول الى حين ظهور الاعراض اللي هي دياليا وهاي بقيه الاعراض اللي راح نشوفها، يحتاج لاسبوعين، 2 ويكس. تمام؟ زين. عاده ما يميز قلنا احنا الجيارديسيس هو الديزيز اللي سببه الجياردي لامبليا، اللي علاماته نويزيا وانوروكسيا، يعني شنو؟ الغثيان، انوروكسيا، فقدان الشهيه، ووتر ستول، دائما تكون فد، يعني الخروج يكون ووتري سائل جدا، مع ميوكس نلقى، وفاتي دياري، يعني الدياري تكون دائما من الحاله تتقدم بالجياردي، خلينا نقول التيبيكال فايندينج، يعني في بدايه الامر يكون ووتري ستول، بعدين تطلع الاستياتوريا. استياتوريا معناها شنو؟ فاتي دياري، معناته انا عندي فات مال ابزوربشن، معناته انا عندي اكو دهن يخرج بالخروج. هاي المرحله التيبيكال اللي هي دايجنوستيك للجياردي لامبلي، بدايه لما تكون ووتري بعدين يصير شفتنج الى شنو؟ فاتي دياريا. واضح؟ او استياتوريا نصيح لها. بالتالي ليش شوف قلنا فات مال ابزوربشن؟ لان اي فيتامين يكون من نوعها فات سوليبل مثل الفيتامين كي، الفيتامين دي، فيتامين اي، ذن شنو؟ فات سوليبل فيتامينز، بينما فيتامين سي وفيتامين بي ووتر سوليبل فيتامينز. هذن الفيتامينات اللي تكون ذائبه بالدهون راح يصير بها فقدان، تخرج بهذا ويا هذا الاستياتوريا مع هذا الفاتي دياري، بذلك يصير ديفشنسي بين الفيتامينز. واضح؟ بالاضافه الى انه يصير فلاتولنس، ابدومينال ديستنشن، ابيجاست كرامب، يعني تكون الجي اي تي ما مستقره. واضح؟ يعني تكون يعني شلون هاي بالضبط، خلينا نقول الاضطرابات اللي تصير بيما بالجهاز الهضمي، هاي الكرام بالالم على مغص، ماكو هاي الامور على انتفاخ، هذا تصير نتيجه شنو؟ الجياردي لامبلي انفكشن. بالاضافه الى انه في علامه خاصه او تشخيصيه هي فاول سمالينج ستول، يعني الستول تكون رائحته كريهه او اوفنسيف ادر، يعني هاي علامه على للجياردي لامبلي. زين، مع وجود الباس اند الابسنس اوف بلاد. واضح؟ بينما احنا
يعني قلنا في الانتاميبا هيستوريتيك اكو شنو عندي يصير؟ بلادي دياري او دايزنتري، واضح؟ تتذكرون نقول دايزنتري او بلادي دياري معناها اكو بلاد بالفيسز او بالستول، بينما بالجي ار دي ماكو بلاد، واضح؟ زين. دائما اللاب دايجنوسيس طلبتنا الاعزاء، التشخيص المختبري خاصه بهذه مثل هكذا باراسايت يخرج مع ال هو ستول اكزامينيشن. يعني دائما نشوف انه يجب ان نشوف الستول، راح نشوف به الترافوزويت والسيست، راح نلقى اندجنزهن نشخصهن مثل ما هن اتطرقنا لهم باشكالهم بالفلاجل الاربعه وب الترافوزويت بين البير اوف نيوكلياس وذن البيفالوبلاست والبارابيزل، يعني هذا التيبيكال فورم راح نشوفه تحت المجهر، وكذلك السيست بخصائص اللي اخذناها. بعد من طرق التشخيص ديمونستريشن اوف ترافوزويت من دون راح تقدر تشوف التروفوزويد، بما انه تدز السائل للدودنوم، الدودنوم المكان يتواجد به منه؟ التروفوزويد، تمام؟ تمام طلبتنا. فهنا بهالحاله ايش راح يصير؟ راح نلقى احنا شنو نشخص التروفوزويد بالدودنوم اسبايرت، لكن الدودنوم اسبايرت شنو؟ ان تنطي سائل الى الدودنوم وتسحبه. حتى شنو؟ يعني شلون تسوي غسل لهاي المنطقه وتسحب، هل تقدر تسحبها من الترافوزون؟ حتى تقدر شنو؟ تشوفه. واضح؟ انتستنال بايوبسي، من ممكن تاخذ خزعه من الانتستن. طبعا هذه العمليه انفيزف، هي دائما ما تحبذ الا للحالات الكرونيك، خلينا نقول بعض الاحيان من يعني التشخيص يحصى وما نقدر نوصل لا دايجنوز، نضطر الى ان نسوي شنو انتستال بايوبسي، ناخذ خزعه من ذلك المكان حتى شنو نشوفها. ايضا اكو طرق مناعيه نقدر نسببها نسويها بانه اللي هي ميونولوجيكال تكنيك مثل الايزا والدايركت نوتوس اسي لتحديد الانتيجين والانتيبودي، واضح؟ طبعا بالاضافه الى هذا التيست الاخير اللي هو انتيرو تيست سبرينج تيست، راح تاخذوا شوي بتفصيل اكثر بالعملي ان شاء الله، اللي هو عمليه شلون انه تمد يعني شلون الثريد لايك فشكل شلون الخيط بكبسوله يذهب الى منطقه الانتستين وتسحب سامبل عن طريق هذا الخيط اللي مديته. هسه تاخذوها ان شاء الله بالعملي شوي بشكل مفصل اكثر، لذلك انا ما راح اتطرق لكم اياها هنا بالنظري. واضح؟ هذا فيما يخص الجهاز الدلامي طبعا بشكل يعني مختصر، وايضا انا دا احاول يعني ما اتطرق للتريتمنت لانه هسه حاليا ما تعني لكم التريتمنت هلقد في الوقت الراهن، تمام؟ راح تاخذوها بعدين ان شاء الله في الفارماكولوجي بشكل اوسع، فحتى تفوكسون على المواضيع اللي تهمنا بالمرحله الراهن. هذا فيما يخص الجهاز الدلامي لامبليا اللي هي شنو؟ من مجموعه اللومينال دولينج فلاجيليت. النوع الثاني اللي احنا قلنا فيه انه باثوجين جياردي لامبلي وترايكومونس فاجينال، طبعا قلنا بعد اكو عندي الهومينس الفيناكس ايضا كترايكومونس دمي هن باثوجين اور كومنسر، هذا اللي ما راح ناخذه، لكن هاي ناخذ الامباثوجين. قلنا شوف هسه انت شفت اللسته بالتيبل ايش قد اكو عندي باراسايت اللي هن شنو؟ لومينال دولينج فلاجيلي، لكن اخذنا بس دنيستيريا لانه فقط دني باثوجين، يعني انه اكثر من البقيه. واضح؟ هنا الترايكومونس فاجيناس انتبهوا طلاب، علامه كلش مهمه انه سيست ما بيها الترايكومونس، سيست ما بيها، بيها فقط تروفوزويد. واضح؟ فهي نقطة شوية فارقة عن البقية انه السيست ما موجودة. ترايكومونس فاجيناليس أول من شافها العالم دوني اللي هو بال 1836 in vaginal secretion. واضح؟ قلنا احنا تتذكرون الجياردي يشوف اقدم منه 200 سنه بالاوبزرفيشن بالاكتشاف. قلنا الجياردي تعتبر من اولى الباراسايتات اللي تم او طفيليات اللي تم اكتشافها
او التعرف عليه. كمورفولوجي احنا دائما بنقول مورفولوجي ده احنا نتطرق فقط الى تروبوزويد ستيج او فور لان ما عندنا سيست. فهنا راح يكون بير شيب اور اوفويد يعني شلون شكل الكوميترا او على بيضاوي شويه. Short undulating membrane reaching up to the middle of the body. شوفوا هذا typical picture of trichomonas vaginalis trophozoid. واضح؟ هذا الشكل خلينا نقول النموذجي اللي هو الافتراضي. واضح؟ طبعا بيها أربعة فلاجلة. واضح؟ زائدا خامس يجي من مصدر اخر. اذا شوفوه هذا طلابنا الاعزاء عندنا اربعه anterior فلاجلة وواحد posterior. هذا ال1 posterior اذا تشوفونها بالرسم 1 posterior فلاجلة يعني واحد يجي posterior لي يجي الى الجهه الخلفيه زين ينزل للاسفل بينما ذني البقيه الاخرى هنش anterior زين يحتوي على نيوكليوس بي اكسوستايل. واضح بهذا الاندوليتيك ممبرين بهاي الكوستس راح نشوف ذني كل واحد وشيء بسيط عنه. مثل ما قلنا احنا بتحتوي على اربعه انتيرير فلاجيلا وفيفث بوستيرير فلاجيلا الخامس بوستيرير اللي يجي زين running along the outer margin of undulating membrane مثل ما شفنا احنا وين دا يجي بمحاذاة الاندوليتنج ممبرين. هذا هو الاندوليتنج ممبرين. واضح زين وهذا الاندوليتنج ممبرين يكون supported by شنو flexible costa يعني هذا الكوستر هاي تشوفوها اللي هي باللون الاخضر هاي تطيفة support ايضا الى هذا الاندوليتنج ممبرين. واضح طيب prominent axostyle run throughout the length of the body and project posteriorly like a tail. مثل ما تشوفون هنا الاكسوستايل جاي من الجهه الانتيرير وقاطع يعني كل قلنا الاكسوستايل هو مثل العمود الفقري كانما يحفظ لي القوام مال التروفوزويد يعني حافظ له على هذا البوستشر هاي الهيئه مال من مال التروفوزويد. فنشوفه بانه جاي من الجهه الاماميه وممتد كانه صاير شلون التيل شلون الذيل تشوفون للجهه البوستيرير يعني من الجهه الثانيه الجهه الانتيرير وللبوستيرير للنهايه وخارج البدي مال التروفوزويد مثل التيل. واضح؟ فد علامة مميزة مثل ما قلنا هناك الحركة بالجاردلان اللي هي falling leaf هنا الحركة اللي تخص التريكومونس فاجينالس هي الجيركي موفمنت او التويتشنج موفمنت يعني الحركة من نوع شلون البهلوانية او الارتعاشية. دائما ما شوف هاي طلبتنا هذه امور تشخيصية يعني من يكون الجيركي او التويتشنج يعني هاي الارتعاشيه او البهلواني هاي الحركه خاصه بما بالترايكومونس فاجينالس بينما من نقول فولينج ليف جاردلان. واضح؟ فاكو ذني امور تشخيصيه. تمام طلابنا؟ واضحه هاي الامور؟ واضح دكتور. تمام. زين طبعا طلبتنا ان شاء الله راح انزل لكم الرابط مال الحضور هسه بالزوم حتى تسجلون الحضور مالكم. تمام راح انزل لكم هسه ان شاء الله بالزوم حتى تسجلون حضور. زين هسه ان شاء الله راح نكمل. تمام طلبتنا شفتوه بالشات.
واضح وصلكم طلبتنا؟ الرابط مال الحضور. تمام. زين. نكمل إن شاء الله. فإذا قلنا شنو؟ الجيركي أو تويتشنج موتورتي هي شيء خاص بما بالتراكمونس فاجينالس. زين الهابيتيت مثل ما قلنا الهابيتيت تتذكرون الحكاية تراكمونس فاجينالس من أخذناها في هذا التيبل. وين قلنا الهابيتيت مالتها؟ الفاجينا واليورثرا. ومن الممكن أن تتواجد أيضا وين؟ بالبروستيت بالنسبة للمير. يعني ممكن أن تصير شنو؟ بوث سكسز. يعني مير أند فيميل. واضح؟ بالفيميل راح تكون بالفاجينا واليورثرا. ونلقاها بالميل يورثرا عن شنو؟ بالبروستات بغده البروستات. واضح؟ التريكومونس فاجينالس اللايف سايكل مالته دوره الحياه تعتمد انه اكمالها بما بسنجل هوست. يعني شنو؟ بهوست واحد مضيف واحد هو سواء ميل او فيميل. يعني هنا من الممكن انه الانفكشن يكون بميل يكمل اللايف سايكل بس من ميل او فيميل. واضح؟ طيب المود اوف ترانسميشن طريقة الانتقال. طبعا الديزيز اللي سبب الترايكومونس ترايكومونيسيس. شلون قلنا جارديسيس الاميبياسيس اللي هي خاصة بالاميبيا. فهنا الانتقال مالتها طبعا هي شوفوا انتبهوا طلاب هنا نقطة مهمة. هاي الفقره الاولى تروفوزات cannot survive outside and some infection has to be transmitted directly from person to person. واضح؟ يعني شوف هنا اكو فد ديفرنس باللايف سايكل. واضح؟ يعني اريد فد واحد يقول لي ليش هنا نحتاج دايركت ترانسميشن واللي هو هنا عاده بالسكتشوال ترانسميشن. واضح؟ ترانسميشن شنو؟ سكتشوال هنا ليس. اذا هنا نحتاج دايركت ترانسميشن دكتور لان ما فيها سيس. احسنت كل زين لان ماكو سيست ماكو طاور مقاوم. ليش؟ لان هذا التروف اذا طلع لي برا او خرج راح ينتهي يموت لانه كان نوت سرفايف اوتسايد ذا هوست. واضح؟ يعني انه ما يقدر يعيش خارج الهوست. مو مثل السيست، السيست مقاوم. هو السيست عاده يكون هو اللي يسبب انفكشن، هو الانفكتيف ستيج وهو المقاوم. فبالتالي يقدر يخرج مع الستول او في حاله الباراسايت اللي اخذناه ويقدر يتحمل ليظل فتره اسطلع لايب ومقاوم وممكن انه يرجع شنو يصيب شخص اخر. لكنه في حاله ترايكومونس فاجينالس انا ما عندي سيست ولذلك راح يكون الاعتماد شنو؟ ابسولوتلي عليه مع تروفوزويد. لذلك هنا نحتاج شنو؟ دايركت ترانسميشن، يكون الانتقال دايركت فروم بيرسون تو بيرسون. تمام؟ وهو عاده ما يكون بسكشوال ترانسميشن. عاده ترايكومونيسيس ايضا تصير ويا انذر انفكشن كو اكزيست في حاله السيفلس والجوناريا والاتش اي في، الامراض اللي هي الامراض الزهريه والسيلان اللي تصير بال جينيتال تراكت. واضح؟ البيبيز ممكن انه ياخذ انفكشن ديورينج بيرث. اذا كان اكو البريجننت وومن الامراه الحامل عندها ترايكومونس فاجينالس انفكشن، من الممكن انه خلال الدليفري ديورينج البيرث دليفري يعني خلال العمليه وضع الطفل ممكن انه شنو ياخذ انفكشن. واضح؟ هنا اكو من الممكن لفتره قليله بعض الفومايتس، يعني هذه التولز اللي مثل مناشف وغيرها من الممكن ان تنقلها لفتره جدا قليله، يعني فتره سريعه من الممكن انه ايضا تساهم بعمليه الانتقال، ولكن الانتقال الرئيسي يتم عن طريق الدايركت سكشوال ترانسميشن. دايركت ترانسميشن سكشوالي فروم بيرسون تو بيرسون. تمام؟ وهذا قلنا السبب شنو؟ يعود الى المن؟ الى عدم وجود السيستم. الانكيوبيشن بيريد مال ترايكومونس فاجينالس هو 10 ايام. قلنا عرفنا شنو الانكيوبيشن بيريد، شنو فتره حضانه من دخول الباراسايت الى الابيرنس اوف شنو ساين سيمبتوم. باثوجينيسيس المرضيه طبعا عاده ترايكومونس فاجينالس تمتلك بعض الانزيمز والاسيدز اللي تفرزهن
حتى تقلل البي اتش مال فاجينال فلويد، لان هي شنو تحب الاسيدك انفايرمنت حتى تقدر تعيش، فتفرز نشوف لاكتيك اسيد، اسيتيك اسيد، سيستين بروتيزز، هاي انزيمز واسيدز حمامه، تقلل البي اتش مال الفاجينال فلويد حتى تقدر شنو تقاوم وتقدر تعيش في انفايرمنت يكون شنو اسيدك انفايرمنت. طيب مثل ما قلنا انتبهوا لهاي الفوق obligate parasite can't live without close association with the شنو vaginal urethral prostatic tissue، يعني اذا تحتاج direct contact يلا تنتبه زين. هذا الباراسايت عادة يسوي اللي ما يدعى بالبتيكل هيمريج ستراوبري ميوكوزل ديسكويميشن اوف فاجينال ابيتيليوم. شنو معناته؟ يعني هذا الباراسايت يساهم بانسلاخ هذا السكويموس ابيثيليال تيشو مال من مال الفاجينا، فبالتالي ايش راح يسوي لي؟ ستراوبري ميوكوزا او بيتيكال هامريج، نوع من انواع الهامريج خاص بالبريكومونس فاجينالز. تمام؟ ايضا هذا الباراسايت يعني يتميز ب انترا سيلر ادمه وما تدعى ب شكل لايك ابيثيليا، واحدة من الخصائص المهمة بالترايكومونيسيس. واضح؟ نوع من الأدمة يعني تجمع السوائل. تمام؟ عادة الانفكشن يكون خاصة بالميل اسمبتوماتيك بدون أعراض، خاصة في بدايته. واضح؟ لكنه ربما أو من الممكن أن يتطور ويحدث ويكون سمبتوماتيك. يعني شنو يصير؟ تظهر الاعراض. طبعا عاده طلبتنا كل انفكشن في بدايته من الممكن انه الجسم يتغلب عليه، فيكون اسمبتوماتيك ومن الممكن شنو؟ ريسولف باي شنو؟ باي مين اوف المناعه مال الجسم. الاميونيتي مال الاندفجوال ممكن يتغلب وفي مال لا يعني يروح الديزيز، لكن من الممكن اذا تغلب هو الديزيز ومناعه الجسم كانت قليله ممكن راح يصير سمبتوماتيك، وايضا حتى في حاله السمبتوماتيك ممكن الجسم يتخلص منه. أو ممكن يتحول إلى كرونيك ديزيز، مرض مزمن يحتاج لتريتمنت وإلى آخره. فالقصد المرض هذا في بدايته سيمتوماتيك ممكن يتطور إلى سيمتوماتيك. سيمتوماتيك يعني تظهر أعراض يوريثرايتيس، إبيديدمايتيس، بروستاتايتيس، هاي التهابات تخص شنو؟ المنطقة التناسلية. تمام؟ زين. الانكوبيشن بيريد شوف هنا راح تكون تقريبا 4 أيام إلى 4 أسابيع، أو نقدر ناخذها بأفرج هي شنو 10 أيام. يعني من الممكن إذا نعطيها فد رينج من 4 أيام إلى 4 أسابيع، أو نقول متوسط 10 أيام يكون هو الانكوبيشن بيريد. بالفيميال ربما ينتج لي سيفير بروريتك فاجينايتس وذ اوفنسيف يلوش جرين، يعني هذا الديسشارج هذا السكريشن اللي يطلع من الممكن تكون كل لونه يلوش جرين ويكون اوفنسيف دي فد اذر كاركترستيك فد رائحه مميزه. واضح؟ وقلنا عاده ما يكون مصاحب ببليدنج بتيكال هامريج، يعني فد نوع من انواع النزف اللي يسبب هذا الباراسايت نتيجه شنو؟ ديسكوميشن اوف شنو؟ فاجينال ابيثيليوم. ديسكوميشن يعني انسلاخ هذه الطبقه مال الابيثيليوم تش. واضح؟ اللاب دايجنوسيس، التشخيص المختبري عاده ما يكون بالفاجينال او الوثرال ديسشارج. واضح؟ بالنسبه للفيميل نقدر نشوفه ونشوف هالكاركترستيك موفمنت الجيركي والتويتشنج موتورتي مال الترافوزويد. ايضا بالميل ممكن نشوفها بالبروستاتيك سكريشن او باليورين. بالنسبه للميل ايضا احنا نقدر نشوف الباراسايت، لكنه الجولد ستاندرد بالدايجنوز. شنو يعني الجولد ستاندرد؟ دائما تسمعون بهيك مصطلح معناتها افضل تيست او افضل، او تشوف مثلا تلقى على مستوى الادويه تقول لك الجولد تريتمنت، جولد ستاندرد تريتمنت، يعني معناها تريتمنت اوف تشويس اللي هو دراج اوف تشويس، او هنا معناها تيست اوف تشويس، يعني شنو افضل تيست لها شنو الكلتشر. يكون التكسستيفيتي عالية 95%، لكن ايضا ممكن هذا اللي قلنا ديمونستريشن اوف فاجينال اور يورثرال سكريشن بالفيميل، بالميل اليورين والبروستاتيك سكريشن
نشوف البروفوزويد ايضا من التيستات اللي ممكن نسويها. بالاضافه للسيرولوجي، من تسمع سيرولوجي طلبتنا معناها انا دا احدد او اشخص انتيجينات او انتيبودي لهذا الباراسايت، يا اما احدد انتيجيناته او احدد الانتيبودي ضد انتيجينات هذا الباراسايت باستخدام ذني immunological تيست. يعني السيرولوجيكال تيست هي اختبارات مناعيه احدد الانتيجين مال الباراسايت او الانتيبودي اللي تتكون داخل جسم الانسان. بالاضافه للموليكيولر ميثود اللي هي طرق يعني الموليكيولر طرق البي سي ار وغيرها من الطرق اللي تعتمد على الجينيتك ماتيريال، اقدر ايضا تعطيني في سنسيتيفيتي عاليه، بس دائما طلبتنا هاي من خليها اللاف تشويس، خاصه بالمايكرو اورجانيزم اللي هي ممكن تشخصها بطرق اسهل وارخص وتاخذ وقت اقل. تمام؟ يعني طالما اكو طرق اخرى، مو احنا عاده طلبتنا نسوي دايجنوسيس نختار التيست اللي يكون ريلايبل ايزي نوت تايم كونسيومينج، يعني التيست اللي ما ياخذ وقت السهل اللي هو ايضا هنا كوست ريليتد، يعني نختار التيست اللي يكون رخيص. يعني هسه مثلا انا تيست مثلا يكلفني مثلا مبلغ قليل، واكو تيست يكلفني بالبي سي ار 10 اضعافه، انا ما اتجه للبي سي ار او البي سي ار ياخذ وقت شويه اطول نوعا ما، بالاضافه لانه مور اكسبنسيف. تمام؟ هذا الجا له فقط من اني اكو عندي مشكله بالدايجنوس او مس دايجنوس، يعني انا ما اقدر اشخص صح لان اكو في ديفيكولتي بالدايجنوس فاقدر اني اضطر. تمام؟ فدائما تراعى هكذا، بس احنا بنطبق لهم كتيستات انه كلهم ممكن اجراءها لهذا الباراسايت. واضح؟ لكن احنا مثلا بعض الاحيان نستخدم بس واحد او اثنين او نلجا لهم كلهم، لانه شنو؟ بيصير عندنا مس دايجنوس، شنو معناته؟ مدى نقدر نشخص هذا الباراسايت بشكل صحيح. تمام طلبتنا؟ اكو سؤال طلاب؟ احنا هذا القدر نكون قد انهينا ان شاء الله محاضرتنا لهذا اليوم. اكو عندكم سؤال طلبتنا الاعزاء فيما يخص محاضرتنا لهذا اليوم؟